السلام عليكم، أخيرا رجعت بعد غياب شهرين. طبعا اليوم أتكلم معاكم بخصوص القناة. عندي خبرين يا شباب، الخبر الأول سيء وخبرين كويسين. خلينا نبدأ بالسيء. الخبر السيء اللي أنا قررت إني أدرس صيفي هنا في كندا. هنا في كندا يمديك تدرس صيفي اختياري، يمديك تدرس صيف أول أو صيف ثاني أو صيف كامل. طبعا صيف أول يعني النص الأول، أو صيف الثاني يعني نص. طبعا إيش يعني الكلام هذا؟ يعني نشاط القناة في الشهرين ذولي اللي هو شهر ماي اللي إحنا فيه الحين، طبعا مخلصين ربعه، وشهر اللي بعده طبعا الدراسة تخلص في جون، في نهاية جون، يعني أقل من شهرين السالفة. طبعا في الفترة هذه نشاط القناة حيكون للأسف ضعيف، بس طبعا أوعدكم لو لقيت أي فرصة في الشهرين ذولي اللي هو الحين فيه الحين، في الشهرين ذولي لو لقيت أي فرصة طبعا ما حبخل عليكم وصور ونزل على طول ما عليكم إن شاء الله بإذن الله. فهذا هو الخبر السيء. الخبر الكويس طبعا عندي خبرين كويسين. الخبر الأول بعد المقطع هذا اللي تشوفونه، في عندي مقطعين جاهزين. أذكر إني سويت مقطع عن 10 حقائق عن كريستيانو، بعدين طلبت منكم في نهاية الحلقة إذا تبغون 10 حقائق عن ميسي. كثير منكم طلب مني 10 حقائق عن ميسي، فأنا صورت المقطع من زمان وجاهز الحين المقطع. وشيء ثاني طبعا، انا في الفتره الاخيره بديت مسيره الفلوجات، بديت اني انزل فلوجات مو بشكل يومي بس بشكل مستمر. فوصلت الفلوج الثالث بس ما نزلت الفلوج الثالث اللي هو ان شاء الله بنزله. طبعا الحين انا عندي المقطعين هذول جاهزين، برضو حسوي حلقه اسالني، فاتمنى تسالوني فتحت في التعليقات اي سؤال تبغى تسالوه ان شاء الله باذن الله. بحاول اني اغطي او اجاوب على كل الاسئله. الخبر الثاني الكويس ان شاء الله باذن الله يا جماعه اللي هو بعد الشهرين ذولي اكون متفرغ تماما ومخصص الوقت، مو ب 90% 100% مخصصها اليوتيوب باذن الله. وانا توقعت شخصيا اتوقع ان الشهرين ذوليك حيكونوا اقوى شهرين بالنسبة لنشاط القناة، هنزل فيها بشكل مستمر. طبعا تركيزي حيكون أكثر على الفلوجات. أنا حسافر طبعا لتونس، وتوقعاتي هناك بصراحة فلوجات في تونس حتكون مرة جامد. حسب ما أنا تخيلت كيف الفلوجات، أحس إن الفلوجات حتكون مرة جامدة، وخاصة إنه ما حد صور هناك ولا واحد صور فلوجات في تونس. فبس باختصار يا جماعة اسألني أي سؤال تحت، أكثر سؤال بيجي عليها لايك بجاوب على السؤال هذا بكل صراحة. بس وين نوصل نهاية المقطع، أشوفكم في مقطع جاي قريب إن شاء الله بإذن الله، بشوفكم عن قريب. السلام عليكم.